يأتينا إنسان يقول أنا حر في ديني، نقول نعم أنت حر في دينك، بمعنى أنك لا تكره على الدين، لا إكراه في الدين. لكن يأتي إنسان يقول أنا حر في ديني، فلي الحرية أن أعبد القمر، ولي الحرية أن أعبد البقر، ولي الحرية أن أعبد البشر، ولي الحرية أن أعبد، أنا حر. نقول لا، هنا صار هنا ظلم، لأنك ضيعت حق الله الذي قامت عليه البراهين القاطعة التي لا شك فيها. وهكذا إذا انتبهوا لهذه السمة العظيمة في الحقوق، أن فيها العدل، فإذا خرجت عن العدل إلى الظلم لم تصبح حقا، وإنما صارت جرما وصارت اعتداءً.